العالم يتنفس الصعداء مع بدء حملات التلقيح العالمية ضد فيروس كورونا، والرعب والهلع الذي انتاب العالم بسبب هذا الفيروس، حتى انتشر خلال الأيام الأخيرة صدمة أخرى باحتمال تفشي وباء جديد لفيروس جديد، وهو فيروس نباه. جائحة أخرى ستجتاح العالم كله بخطورة أشد من سابقيه، فلا علاج له، ومعدل الوفيات نتيجة الإصابة به مرتفع للغاية. حديث الميديا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حيث تسبب بإحداث هلع وفزع بين رواد السوشيال ميديا. فما هي حقيقة فيروس نباه؟ فيروس نباه هو فيروس حيوان المصدر، ينتشر بين الحيوانات خاصة الخنازير والخفافيش مصدر الوباء، وهو فيروس غير جديد، وسبق تفشي ظهوره عام 1999 في ماليزيا ومنها إلى بلدان أخرى مثل الهند وبنجلاديش. حسب أقوال العلماء والباحثين في علم الفيروسات بأن فيروس نباه لا علاج له ولا لقاح حتى الآن، وقد تم إدراكه كمرض ذو أولوية على جدول البحث والتطوير لمنظمة الصحة العالمية. صحيفة الجارديان البريطانية نشرت تقريرا لها مؤخرا أكدت على إمكانية تفشي هذا الفيروس، خاصة بعد ارتفاع معدل الوفيات إلى 75%، وأن جائحة فيروس نباه ستكون أشد من جائحة كورونا، كما أنه يعد واحد من 10 أمراض معدية تم تحديدها من قبل منظمة الصحة العالمية. كيفية انتقال فيروس نباه؟ الاتصال المباشر بالحيوانات المصابة مثل الخفافيش والخنازير أو السوائل الخارجة من أجسامها. الاتصال المباشر مع شخص مصاب بالفيروس. استهلاك المنتجات الغذائية التي تلوثت بسوائل أجسام الحيوانات المصابة. سبب تسميته بفيروس نباه. ترجع تسميته إلى بلدة شينغاي نباه في ماليزيا، حيث أنها أول بلدة يظهر فيها الفيروس عام 1999، فقد ظهر على عامل في مزرعة لتربية الخنازير حيث دمر خلاياها العصبية والتنفسية وكان أول ضحية للفيروس. أعراض الإصابة بالفيروس: حمى شديدة، السعال، الصداع، آلام بالبطن، التهاب بالحلق، الغثيان والقيء المستمر، مشاكل بالبلع، عدم وضوح الرؤية. الإصابة بنوبات تشنج قد تؤدي إلى الوفاة. ضيق التنفس الذي يسبب الدخول في غيبوبة. ارتفاع ضغط الدم. زيادة ضربات القلب. أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس. حسب ما ورد في تقرير صحيفة الجارديان البريطانية أن أولئك الأشخاص الذين يخالطون الحيوانات خاصة في البيئة التي ينتشر فيها الخفافيش والخنازير هم أكثر الفئات إصابة بالفيروس. طرق تشخيص فيروس نباه: يتم التشخيص عن طريق اختبارات الدم التي توضح إمكانية الإصابة، حيث الأجسام المضادة داخل الجسم، وعن طرق الوقاية: عدم الاختلاط نهائيا بالحيوانات، ومنع اي تواصل بالخنازير والخفافيش خاصة المصابة منها، الاستمرار بارتداء الكمامة واستخدام المطهرات الطبية بشكل دائم. حتى الان لم يشكل فيروس نباه خطرا حقيقيا على مصر، رغم انه فيروس يصعب السيطرة عليه حتى الان، حيث لم يظهر اي حالات في مصر لان ظهوره مرتبط بالاماكن المخالطة للخفافيش والخنازير. كما أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة السابق وعضو اللجنة العليا للفيروسات على أن الفيروس قديم وليس بجديد، وأنه موجود من 20 سنة، وأن إعلان الصين عن ظهور إصابات جديدة بالفيروس هو ما أصاب هذه البلبلة. كما أكد على أن منظمة الصحة العالمية قد أدركت هذا الفيروس ضمن قائمة الأمراض 16 التي تشكل تهديدا للصحة البشرية، وأنه 1 من 10 أمراض معدية، ونسبة الوفيات منه تتراوح من 40% ل 75%. حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء وبلاء.